البنك الزراعي. سيد علاء، الحقيقة يعني هذا الكلام احنا محتاجين نعرف تفاصيل ما جرى خلال الأيام الماضية من مواجهة لبعض الفساد، كان المواطنون أو الفلاحون هم الذين يدفعون الثمن. بص حضرتك، احنا الحمد لله بعد ما ابتدينا نعمل تطوير للبنك وإعادة هيكلة البنك، حضرتك عارف كان في ما يطلق عليه بتدوير القروض سابقا. نعم. على مدار عمر البنك الزراعي المصري الكلام دوت من سنة 2000، عميل كان بياخد قرض ما بيجيش يسده، أو بياخد قرض بيستخدمه في أغراض غير محددة من أجلها القرض، يعني كان مثلا ممكن ياخد قرض إنتاج حيواني ويروح يجوز بيه البنك، فبالتالي لما بيجي يسدد ما بيكونش في مصدر للسداد بتاعه، وبالتالي بيبقى على وشك التعثر، فكان بيروح يسدد القرض على الورق وياخد قرض تاني وهكذا، وتتراكم عليه الفوائد بالعشر سنين وبالخمس سنين. وطبعا دوت احنا بنشتغل النهارده في بنك وفي مؤسسه، وهمنا الاساسي هو واهتماماتنا دعم الفلاح والمزارع البسيط. جينا مع مجموعه من العملاء دول وابتدينا ان احنا نهيكل القروض ديت او اعاده هيكله القروض ديت، بان احنا اديناهم فتره سماح وان هم يبتدوا يقدروا يسددوا من 3 سنين لحد 10 سنين. حضرتك القروض دي كان بيتحاسب عليها 18% و20% و15%، وده صحيح. طبعا الكلام مش منطقي. وبالتالي احنا خدنا خطوات ايجابيه في الموضوع دوت، وفي نفس الوقت اجرينا برضو بعض الحركات التنقلات بين مديرين الفروع وبعضها. طلعنا المديرين الفروع عندنا وموظفين الائتمان لدورات ائتمانيه في المعهد المصرفي علشان يعرفوا القواعد الائتمانيه. خلي بال حضرتك ان البنك ده كان تابع وزاره الزراعه، وبالتالي هو ما كانش بيشتغل بالاعراف البنكيه. من ساعه ما احنا انضمينا للبنك المركزي وحركه التطوير اللي فيه قدام بتاع البنك المركزي، كان واجب علينا ان احنا فعلا نكون السند القوي اللي هو يقف مع الفلاح والمزارع. والمحفظه اللي احنا بنتكلم فيها دي تخطت ال 15 مليار جنيه، وان شاء الله هيبقى في اعاده هيكله دي هيكلنا اكثر من 9 مليار جنيه. والعملاء بقى عندها نوعا ما ثقه في البنك مقارنة بالماضي، وإن شاء الله يعني مستمرين ربنا يكرمك وربنا يوفقك، ويعني نشد على أيديك في هذه القضية المهمة. السيد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، شكرا جزيلا لك.